صحيفة الوطن الكويتية صفقة حزب الله وداعش تصرف خطير وطائش. مقال الكاتب أحمد بودستر يقول فيه الكاتب إن إيران تدافع بشراسة عن النظام الإيراني وكل من يدور في فلكه من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسهم حزب الله اللبناني الذي يعتبر أو يعتبر الذراع العسكري لإيران في لبنان وسوريا ودول أخرى، وهو يحارب بالوكالة عن النظام الإيراني، بل إن تمويله بكل ما يحتاج تقوم به إيران فهو الابن المدلل للنظام الإيراني. يعتقد الكاتب أن لغز داعش قد اتضح ولم يعد سر، فهذا النظام الإرهابي أو التنظيم الإرهابي هو صنيعة النظام الإيراني، وصفقة حزب الله مع داعش تؤكد ذلك. وقد كانت سيطرة داعش على ثلث الأراضي العراقية وكذلك السورية بترتيب وتسهيل من النظام الإيراني الذي يملك القرار في كل من العراق وسوريا، ولن يتم القضاء على داعش بوجود الحرس الثوري الإيراني وحزب الله في سوريا والعراق حيث يوفرون له الحماية والملاذ الآمن، ولا يتم القضاء على داعش إلا بقطع رأس الأفعى والراعي الرسمي للإرهاب الدولي النظام الإيراني وتابعه حزب الله. إن العراق اليوم ليس هو العراق في سنة 2014، فهناك تواجد للجيش الأمريكي في قواعد عسكرية، والولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح بسيطرة النظام الإيراني على الحدود العراقية السورية لتنفيذ مشروع الهلال الشيعي الذي يربط طهران في بيروت مرورا ببغداد ودمشق. كما يختتم الكاتب مقال وهو بيقول لأذناب إيران وكل الواهمين أن العراق وسوريا هما مجرد محافظات إيرانية، أن هناك قوى كبرى مثل أمريكا وروسيا لم تسمح بنفوذ إيراني في المنطقة، وقريبا جدا سوف تطرد إيران من العراق وسوريا بعد أن انكشفت علاقة داعش في النظام الإيراني وكذلك مشروع الهلال الشيعي الذي يتعارض مع مصالح الدول الكبرى أمريكا وروسيا، وسوف يتبخر الحلم الإيراني بإحياء الإمبراطورية الفارسية الذي سيكون مكانه مزبلة التاريخ.